الحرج مع مسلم شقير كل يوم جمعة من 6 العشية للثمانية. بلا حرج برنامج يطرح مواضيع مختلفة في الشأن الرياضي والسياسي والاقتصادي والثقافي. مواكبات فورية وتغطية لأهم الأحداث الثقافية. قراءات سياسية من زوايا مختلفة. حقائق لأول مرة. في بلا حرج نبحث عن الحقيقة. ندق أبواب الواقع. ونتأمل في الأحداث. بلا حرج مع مسلم شقيق. 7 دقائق بعد 5 مساء الخير ومرحبا بكافة متابعي ومتابعات برنامجنا بلا حرج. مرحبا بكل مستمعي إذاعة ريباتا فام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حرج. برنامجنا اليوم نسلط الضوء على أهم طبعا حدث وموضوع حديث التوانسة في المقاهي، على مواقع التواصل الاجتماعي، في الخدمة، في الإدارات، هو الحكومة وتشكيل الحكومة. وكأنه توا الحكومة الجديدة مهما كانت باش تكون حل لأزمة المواطن التونسي، إلا هو ما عادش خالط على حتى شيء في الحقيقة، لا لدارو لا لصغارو لا قضيتو لا حتى شيء. دونك هنا باش نحاولوا نحكيوا على الأسماء المقترحة، نشوفوا شنو الأسماء هذية، معناها تابعة شنو، بالولاءات بالكفاءات كما يحكيوا، كيفاش تم اقتسام الكعكة، خليني نقول لأنه كعكة تم اقتسامها مؤخرا، ليس بحكومة عادية أو حكومة كفاءات. هذا الكل نحكيوا فيه مع ضيفتي الأولى مدام ريم المورالي. مرحبا بك مدام ريم من جديد. مرحبا بك وعسلامة للساحل الكل. مرحبا. ما بتعرف مدام ريم راهو شادين فيك صحيح، باقي يحبوك معنا كل أسبوع في بلا حرج. لا قلت لك لا أسبوع لا نعاود على كل وقت لتجينا تنورنا. مرحبا بك. عايشة. في الجزء الثاني باش يلتحق بينا زوز فنانين من العاصمة، سي توفيق الغربي وريم شلبي، نحكيو على مسرح، فن، ثقافة، ونحكيو على أيضا وزيرة الثقافة المقترحة، برشا كلام، برشا معاها برشا ضدها، معناتها تهم بالتطبيع، تهم بفساد إلى آخره. هاتوا نشوفوا هذا الكل مع توفيق الغربي وريم شلبي. كيف شكون حاضرين معنا؟ جي سي اي الغرفة الفتية بقالطة، عندهم نشاط شباب الغرفة الفتية بقالطة، إن شاء الله باش يحكيوا لنا على النشاط نتاعهم اللي نورمالمون انطلق أمس تقريبا وباش يتواصل إلى غاية يوم الأحد. نمشيو أيضا في آخر الحلقة عندنا روبريك رياضة مع زميلنا محمد بالقاسم، وروبريك ثقافة يقدمها زميلنا نبيل بادة. نخرجوا بأول نغم ثم نعود.